طب بما انك بقى لعبت طبعا للنادي الاهلي ونادي المقاولين، وبكره في مباراه في الدوري بين الاهلي والمقاولين، شايف المباراه دي فنيا ازاي؟ لا، هو دايما مباراة الاهلي والمقاولين طبعا بيبقى مباراة مهمة وكويسة في وجود الكابتن عماد النحاس، طبعا ابن النادي الاهلي، فهو مدرب كبير مقدم طفرة كبيرة يعني نادي المقاولين اكتر من فترة كبيرة، كان غايب عن البطولات الافريقية السنة دي، شارك بس ما توفقش، بس طبعا مشاركته بالنسبة لمصر حاجة كويسة. المباراة صعبة وان شاء الله الاهلي يقدر يعني يحسمها باذن الله. مين المفاتيح اللعب في المباريات الجايه بقى بالنسبه للنادي الاهلي؟ مين اكتر لعيبه انت شايف ان هي عندها ثبات في المستوى كبير قوي في انا شايف قمه ان تألقها؟ يعني ديانج وحمد فتحي برضو بيأدي بشكل كويس، وكهربا طبعا مميز جدا جدا جدا، من احسن فترات كهربا اللي شفتها في حياتي على المستوى اللعيب. دلوقتي كهربا يعني بيعمل حاجه ما كانش عنده، دلوقتي بيدافع كويس قوي، بيهاجم كويس قوي، واقف على رجله. وعلي معلول طبعا علي معلول خلاص ما بقاش فيه كلام يتقال، ووليد سليمان برضه لا، وليد سليمان طبعا انا زعلان جدا ان ان هو هو مش هيكون في كاس طبعا لعيب العالم كبير، للانديه. اللعيبه الكبيره دي بتبقى ليها اهميه كبيره جدا حتى لو ما بيلعبش صح، في اوضه اللبس مع اللعيبه، فطبعا الدافع المعنوي للعيب نفسه ان انا وليد سليمان، يعني انا دايما كنت اقول لاعب وليد سليمان بينزل لعيب كبير واسم، انت ليه بتزعل انت قاعد احتياطي؟ وليد سليمان كل ماتش بينزل يجيب جون جونين يعمل جون، فطبعا الراجل مخلص بشكل كبير، وانا يعني انا الاصابه زعلتني ان هو كان مش هيبقى موجود في كان نفسي يبقى يشارك في كاس اكيد العالم. كلنا كان نفسنا ده طبعا. بس خليني اسالك دايما في وجهتين نظر في موضوع وليد سليمان ده، انه هو تغييره الاهلي الذهبيه اللي بينزل ويغير شكل الماتش ويجيب جون او جونين، يلعب 5 دقائق يجيب جون، ولا يعني انه صح ان وليد سليمان ينزل من بدايه المباراه؟ دي وجهه نظر فنيه لمستر موسيماني، ولكن احنا برضو بنتكلم حسب وبيبقى كل حاله واحد اللعيب، حسب حاله اللعيب، يعني احنا في الاول كنا بنشوف ان هو بيدي الكهرباء على فترات، يعني ما كانش بيلعبه على طول. الفتره اللي فاتت دي كهرباء بيشارك من اول لما حس ان هو في اعلى فورمه بالنسبه له، فدلوقتي كهرباء بيشارك بشكل مستمر موجود، فطبعا وبرده حمدي فتحي لما كان موجود السوليه برده كان بيعمل معاه كده، فطبعا هي بتبقى بتاعه المدير الفني وفي نفس الوقت بتاعه اللعيب، اهم حاجه اللعيب يبقى مركز. انا يعني اللي بيعجبني في وليد ان هو ما بيحسبهاش انا هلعب قد ايه او كم الوقت اللي انا العبه، انا هنتج ايه في اللي انا العبه، صح، انا ابقى مؤثر ولا مش مؤثر، ده اهم حاجه. اللعيب يبقى مؤثر وليه دور في الفرقه، مش بعدد الوقت، ممكن العب 90 دقيقه ما بيش ليا دور، ممكن العب 5 دقائق اكسب بطوله، فدي اهم حاجه. اللعيب يبقى قاعد بره مركز، انا هنزل مثلا هعمل ايه في المباراه، او انا انتاجي هفيد الفرقه ولا لا.